Aynen ee Mahmut. Hanatımız Gaming X'i nereden ya? Bilmiyorum. Robin مش عارف بوب هو الحرامي. فشباب ما تنساش لايك وتشترك في القناة شباب، واعملوا شير للفيديو انشروه. وشباب ما تنسوش تنزلوا تحت في الديسكريبشن تعملوا لي فولو على الانستجرام، حطيت له واخيرا عملت لكم لينك في الديسكريبشن، فما تنسوش تنزلوا تحت وتعملوا لي فولو على الانستجرام وتتابعوني على الفيسبوك. فشباب انا شفت طبعا شفت الصور بتاعته دي، مش مهم نشوفها. فشباب يلا نبدا يا شباب، عايزين نوصل الفيديو ده لعشر لايكات يا شباب، فيلا ندوس هنا. يلا اول بيت هيكون سهل، انا عارفها بصراحه، كنت بلعبها قبل كده بس ما كنتش بلعب فيديوهات عنها زي ما انتوا عارفين. حتى يا شباب بصوا، معلش يا شباب انا اصلي عامل سلسلتين، سلسله سكاي بلوك دي والسلسله لو عايزيني ما عملش السلسله بتاعت سكاي بلوك دي اقفلها ماشي، وانا عملت فيها شويه حاجات، فلو عايزيني اكمل فيها ماشي نكمل مفيش مشكله. انجزنا اول مرحله ايزي، ما اول ما يا عم ينفع ايه السرعة ماشي. البداية يلا بس مش هخلص الفلوس خلاص مش مهم. يلا تعالوا يا شباب، يا شباب عايزين كل فيديو ينزل على قناتي توصلوه حتى 10 9 8 حاجة زي كده اول لما ينزل. الجد الشرير موجود هنا؟ لا الحمد لله. وهتقولي اصلا انا مش هحافظ الماب كويس يعني. الله روح انت تمشي تاتا تاتا الجد. طيب قولي، طيب انا عايز اعرف ليه اخد العربية دي فلوس؟ مش عارف والله يا شباب. يا عم يلا انجز يا عيون، يلا يلا يا عم ما تمشي، يلا يلا نجري بوقت قياسي. بيرفكت خلاص، عدينا مرحلتين لحد دلوقتي. طبعا تقريبا دي ممكن تكون فيها حد، ايوه فعلا فيها اللي جدا. يلا بيقول ذكي جدا، ايه ده الله خايف من الجدة، تديني حتة علقة كده تطيرني خير الله، تطيرني في مكان تاني. والنبي يا جدة 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 بصي عدى على طول، اذا شافتني ازاي بنتي؟ جدة ما اتفقناش على كده يا جدة، لا يا جدة اتفرجنا على الفيديو ده. ايه حلوة اللعبة دي، ايه فوز يا عم خلاص انا مش هينفع، مش عايزه انزلها دلوقتي، عايزه العب لعبه بوبا. او خد يوبي، ايه فرحانين عشان جبت. شباب ارجع لكم بعد ما الاعلان يخلص. زي ما انتوا عارفين يا شباب احنا اصلا في اسمه ايه ده، احنا في اسمه ايه ده الاولى دي اسمها ايه دي، ما يعني مش عارفة ايه، هبقى افهمكم بعد الجيم ده يعني. ماشي يلا يا عم، مش وقت راغي، احنا نسعى ونخلص يا اما مش هنشتغل عندك احنا. طب يلا
لهو يا جيراني يا جيراني يا جيراني، ما اتفقناش على كده يا جيراني. النبي النبي ما تموتنيش، فضل اللي في الحمام يا بنت. طيب انا عايز اعرف انت بتدخلي عندك اسهال؟ طب ما تعملي حمام تاني. ايه ده؟ حاجة سهلة، وتحطوا في الكنز ده او الفلوس دي واخد انا، وانت تخشي هنا وانا اخش في مكان. يا لهوي، تقريبا ممكن الوقت مش قياسي يعني دي صح؟ ايه ده الوقت حلو بيرفكت الحمد لله، دخلنا كله تلات مراحل بيرفكت، احنا لسه ايزي يعني، لسه ما دخلناش على الصعوبات. يا شباب احنا ممكن يعني ما انت زي ما عارفين اكيد مش هنخلصها في يوم يعني. لا 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 يا جدة يا جدة يا جدة، هو ده جدة دي جدة ولا مين بالظبط؟ يا 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 جدة جدة جيراني، ينفع بس تخليني اعدي بس الجدة الشرير؟ طب ينفع هبقى العبك بعد ما بصي اخلص الفيديو ده وابقى العبك بس، ونخليني اعدي يعني، خليني اعدي. عايزه اروح للتلفزيون عشان اروح للتلفزيون عشان عشان عايزه اتفرج في فيلم اجنبي. ماشي ينفع جدا؟ ها جدا جدا انا مش بكلمك يا جدة 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 يا جدة جدة، ينفع تديني 100 جنيه عمي؟ يا ابني يا ابني سيبني في حالي. طيب يا جدة انا هتفرج على التلفزيون. ماشي ماشي اتفرج براحتك، يلا يلا يا عم امشي خلاص، الساعة الفجر بالليل اهو. عدينا المرحلة، الوقت مش لان المرحلة يعني صعبة مش قوي يعني، بس كان نفسي الله اجيبها. يا عم انا مش عارف انا، يا شباب ايه حكاية الاعلانات في الالعاب زي كده؟ شباب لو عايزين اي لعبة قولولي انتوا، قولولي عايزين. يا عم لا خلاص قولوا لي عايزين نلعب ايه، خلاص يعني بحبكم اي لعبة ان شاء الله كانت مرعبة. مستر لحم جيران شابتر 2 يا ابني لا انت عايزنا ننزلها، يا مش وقت والله يا ابني، هرجع لكم بعد شوية يا شباب. بقى يا شباب رجعنا لكم، ما هو وصلنا للبيت يا عم خلاص، احنا عارفين والله عارفين عارفين. ازيك عامله ايه يا ست؟ ينفع تطبخوا لنا ايه النهارده؟ ها يا لهوي يا لهوي ده شافتني، يا لهوي يا لهوي. عشان تقريبا عشان اتسرعت فعشان كده جابت. طب ماشي نحاول يا عم عمي. يا لهوي يا عم لا 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 شكرا 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 يا عم شكرا يا عم، قلنا شكرا خلاص. شباب اتفرجت على اعلان اللي هو الاعلان اللي جه ده، كان ليا برضو فرصة تاني اقدر يعني وقت يعني وقت تاني اتجذبنت تاني يعني. ينفع جدا بس بصي انا همشي كده يا جدة، باي باي. اصلا انا النهارده هسافر اروح اي بلد كده، اوعى الشرطي ده يا عم، شرطي عم شرطي عم شرطي يا عم، والنبي عايز اعدي عادي. حد قال لك ما تعديش؟ الوقت ايه ده؟ الوقت كويس ماشي حلو يلو. احنا جمعنا كام كوين؟ عايزين نخش على الشوب. شباب زي ما كنت عايزه اوريكم يا عم استنى، لا على الشوب اذا معانا 200. طيب حلو، عايزين نشتري حاجه
بدلة دي بكام؟ يا خرابي ب4000، بدلة سوبرمان بدلة ب500، ماشي. لا لا، طب خلينا نزود الزبيد كده. انا بقول لك نزود الزبيد يا ابني، الزبيب نزود دي، ماشي. بس كده كده يعني، عشان نخلص فلوسنا كلها على الفاضي يعني. المرة دي في الراجل ده، اما الراجل بص، احنا بس جايين ناخد منك بس شوية حاجات. اصل انا عندي عندي البيت والله يعني خيب، فعايز اصلحه بالحاجات اللي عندك دي. هتعدي انت؟ طيب عدي بس ثانية، اصل انا عايز اعدي. انت في حاجة يا عم، خلاص والنبي، لو سمعتني او لقيتني وعد تطلب البوليس. عارف لو طلبت البوليس يا ابني، انا مش عايز البوليس، مش كفاية. انا مش ك... لهوي ده ما شفتنيش. طب انت يا عم الراجل، انت عمو ينفع تعدي بس؟ اصل في بوليس هيجيلك لو يا عم بوليس تخافش. قصدي يا عم، عمو هبوظ لك البيت والله يا عمو، لو جبت البوليس. محبش انا البوليس. ايه يا عم، عايزين نتسحب هنشوفه. استنى نقفل الباب، مش عارف هو هيكشف الباب. لا نسيت، ده في دور الشرطة ده، بس تقريبا ممكن ما نوصلهوش النهاردة. يا لهوي انا لسه في فلوس تاني. يا والنبي يا عم، عمو عدينا اهو. باي باي. ايه ده؟ شافني؟ اوعى تقول لي شافني. لا 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 يا عم، عمو ينفع اعدي؟ ما انت حد قال لك. يا لهوي يا لهوي، يا لهوي اتحشرت. لا يا عم، لا عمو، لا 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 نتناوي يا عم. عادي. اعلان تاني، ده انا هلعبه ده ولا ايه؟ لا 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 لا، مش عايزين ننزلها. شباب احنا بصراحة تقريبا ممكن نوقف هنا في الفيديو ده، فمعلش يا شباب هنكمل بعدين. بس هنزل لكم فيديو تاني ان شاء الله. فشباب احنا يعني عدينا شوية مراحل شوية صغيرين بس يعني. شباب ما تنسوش تعملوا لي فولو على الانستجرام. فاشوفكم مجدي مع قناة يونس جيمنج اكس واي النهاردة. يلا سلام.